انا يوم اخوض بلاقي كل مصمود بمحله ديروا بالكم هاي تبيها اول مره المره الجايه كل واحد يفوت وراي غياب او بمصطلحات انا بعض المرات بحكيها بعتبره متخلف عن المحاضره متخلف بعطيها يعني سمول اكسبريشن شورت اكسبريشن بعتبره متخلف وبدك تاخذها باي معنى انت حر تفضل كبروا على اكبر شيء المحاضرات السابقه ما حدا كان يشكي الا اللي انتم يمكن اللي قدام طيب بعد ما ناخذ حضور غياب تفرقعوا بعد ما ناخذ حضور غياب المنسق اللي ياخذ حضور غياب اوكي تقدروا تغيروا محلاتكم بدات الصف الاول والثاني غيروا محلاتكم على حساب مين اللي هي القايبين النشامى هيك بنكون استفدنا من القايبين حرمان واستفدنا ايش صرت تشوفوا اوكي انت بدك تضل قاعد هون عادة احنا كنا يكون بال يعني يصير في اكستشينج بين المنسق ويا اما الكراسي الامامية عشان انك تشوف بتظل ركبتك تصير بين معلولية طيب على راح مش مشكلة هيك بعطينا مور سبيس اوكي اخذت حضور غياب وين حضور غياب؟ نعم؟ على السريع بدك تاخذه بداية المحاضرة بتأخر شباب شيك خريوش مش عندي انا اهلا انت يا مقام فلان شيك خريوش مش عندي بتفوت سبتم بكتم دكتور مش شايف انا مش شايف بس قلنا لكم اللي مش شايف اللي مش شايف اخذت حضور غياب خذ صوره على السريع وبتنزلها بعدين خذ صوره بيكتشر وبتنزلهم بعدين خذ صوره خذ صوره على السريع قبل ما يقعد عشان تحسب الغياب غياب خذ صورة بتنزل لي اياهم اوكي بتنزل لي اياهم وهسه اللي مش شايف يقوم يقعد محل اي واحد واذا جاء المتخلف هذا اللي متاخر اللي بعتبره غايب يقعد محل اللي مش شايفين اوكي اقعدوا اي محل بتشوفه اقعد بس مش تقوم ولا انت مقعد لي ولا انك شارع لي واحد محله وقاعد محله يا نشامة اوكي رجعتوا معلكم؟ هاي من نياط التدوير على الكراسي اوكي اللهم صل على سيدنا محمد هيك الحضور غياب بتنزلوا لي اياه وين المناسب؟ هاي يا دكتور اوكي بتنزلي لي اياه وزي ما قلنا كل نهايه اسبوع بتعلموني اياها للطلاب اوكي وين وصلنا؟ اوكي حاسس الكوحة وابصر شو صاير فيه سبحان الله هو نظيف زيادة طب تقدريش تكبره كمان اعملي انلارجمنت احنا طلبنا الفصل الماضي انه الكراسي هاي يعملها روتيشن 90 درجة ونحط الداتا شو كله على الجهة هذيك ساعتها بصير اللاين اوف سايت والانجل تبعت الفيجن يكون احسن بس انتم بناء على طلبكم قلنا بدنا قلتوا لي بدكم تغيروا لاي قاعة ثانية وانا مشيت معكم فبالتالي هسه مش رايحين نقدر نصلبط على قاعه ثالثه. مش رايحين نقدر نغير لقاعه ثالثه. على كل حال وين التصوير؟ اوكي التصوير شغال وحاول افهم مني قد ما تقدر، اذا ما فهمتش ساعتها بدك تشوف التصوير شو بدي اسوي. هاي ليميتيشنز اوتسايد ماي ريتش، اوت اوف ماي ريتش. اوكي نشامة؟ بالتالي وين وقفنا بالضبط؟ هون؟ اوكي. بس هنا شامع حكينا في المحاضرة الماضية انه في عندنا التايم ريسبونس سبيسيفيكيشنز بنقسم الى نوعين اللي هي ترانزيانت ريسبونس وحكينا هي عبارة عن ام بي والتي اس وحكينا الستيدي ستيت وعرفنا اي ثينك وصلنا هون انه الستيدي ستيت ايرور هو عبارة عن الديفرنس بين مين ومين بين السيستمز انبوت بغض النظر عن شو هو عبارة عن ستيب انبوت ولا عبارة عن رامب انبوت ولا بارابوليك انبوت مع مين مع اللي هي الريسبونس بس شو الشرط تبعها؟ ما بناخذه على فل التايم سبيكترم بناخذه الليمت اس تي ابروتشز انفينيت يعني بمفهوم الستيدي ستيت معناتها اس تي ابروتشز انفينيت طيب هسه يا نشامة معناته واحد من السبيسيفيكيشنز اللي بتهمنا يا نشامة اللي عباره عن اللي هو الستيدي ستيت ايرور اوكي وبالتالي هذا بنستخدمه سواء بالتايم دومين او بالفريكونسي دومين و
ممكن نحسب الستيل ستيت ايرور بطريقتين. ممكن نحسب الستيل ستيت ايرور اللي هي طريقتين. الطريقه الاولى عن طريق الفاينل فاليو ثيرم. مرت معكم ولا كله سرحه والرب راعيها؟ مرت معكم فاينل فاليو ثيرم؟ طب بكورسات الماث ولا سمعتوا فيها؟ يا مسرحه والرب راعيها. طيب اوكي ان شاء الله فاينل فاليو ثيرم. والطريقه الثانيه هاي this is the smart way final value theorem. والطريقة الثانية اللي هي عن طريق انه نيجي نحسب السيستم ريسبونس وبعدين نطلع التايم ريسبونس تبعنا وبعدين نعوض التي بايش؟ بانفينيتي. وبالتالي بيطلع معاي الواي تبع الستيل ستيت بنطرح منه مين؟ نطلع منه الار ماينس واي يعني نطرحه من بعض اللي هي الانبوت ماينس الاوتبوت وبحصل على اللي هي الستيل ستيت ايرور. This method هاي بنقرا هون practically there is no need to find اللي هي system response in steady state. وطريقة الأمثل إنه نحسب steady state عن طريق مين؟ final value theory. بالتالي نشأنا إذا بنرجع للطريقة الأولى اللي هي نحسب اللي هي عن طريق ال طيب فوق كل شوي أو الطريقة الثانية اللي عن طريق system response. هاي الأصل برضو تكون مرت معكم بالسيستم بالداينامكس والموديلنج سيميليشن. اوكي يا شامل اللي هو كيف بنسويها given differential equation كيف بتسوي بعدين يوم تحل بدك differential equation شو جرات الحل تقول ليش هاي كمان مش عارفينها. عندك differential equation وبدك تحلها باستخدام البلاس ترانسفورم شو بتسوي فيها؟ حولها لغة. بتطبق عليها مين اول خطوه؟ حولها لغة. بتطبق البلاس ترانسفورم. الخطوه الثانيه طلع الروت. اوكي بتطلع الروت تبعت مين اللي هي المقام. الخطوه الثالثه قبل البلاس يم من القاع القفله ذانها بدك تطلع الروت مش بتعمل بارشل فراكشن ريدكشن. اوكي ما بدك تعطيني التفصيل انا بحب بدك التفاصيل. بتعمل البارشل فراكشن ريدكشن بعدين بتسوي ايش؟ البلاس انفرس. البلاس انفرس معناه انه تعطاك الواي اوف تي. يوم تيجي تحسب الواي اوف تي بتعمل ليميتيشن للتي از تي ابروتشز انفينيتي معناته اي نيجاتيف اكسبوننت ببين معك وين بدي اروح هذا؟ إذا كان أي تيرم في نيجاتيف إكسبوننت يعني e to the power minus something في t وين بدي يروح الليمت تبعته as t approaches infinity؟ للزيرو. هذول كل التيرمز بيقول عنهم بح. بيظل عندك مين؟ التيرمز الضايلات. وهذا تعريفنا في المحاضرة الماضية إنه the steady state part اللي هو remaining part من الريسبونس بعد ما اللي هو مين؟ الترانزيانت بارت تبخر. أوكي نشامة؟ بالتالي خلنا نشوف الفاينل فاليو ثيرم I think. اوكي الفاينل فاليو ثيرم. الفاينل فاليو ثيرم هي عباره عن تحسب لي الستيل ستيت تبع الريسبونس وبيكون في كورليشن او ريليشن شيب بينه وبين مين؟ بينه وبين البيهيفير تبع اللي هي الواي او اس اللي هي البلاس ترانسفورم تبع مين؟ الريسبونس بس مضروب بايش؟ بالاس. بالتالي اوكي وشرط انه لازم نيجي ناخذ الليميتيشن تبع الاس واي او اس از اس ابروتشز زيرو. والشرط الاساسي تبعنا انه لازم يكون السيستم شو ماله ستيبل. هي انا حاطط لك تحتيها اندرلاين وهي بول. بالتالي اول شرط حتى نطبق الستيدي ستيت ونحسبها لازم يكون السيستم شو ماله السيستم ستيبل. السيستم ستيبل وضعنا تمام. اذا السيستم نوت ستيبل ونوت ستيبل تحتوي تحتيها شغلتين. هون ان شاء الله احنا بنحكيش علم اللغويات. علم اللغويات ان شاء الله تروح على جماعه الانجليزي شو بقول لك unstable هي نفسها ايش؟ هي نفسها not stable. لا عندنا ما بزبط الحكي هذا. عندنا حكي هو مزبوط اذا كان عندك two states بس yes or no. بس احنا عندنا هون يا نشامة زي ما الاصل اذا قريته بشابتر 2 تبع اللي هي الاستابيليتي في عندي ثلاث حالات لمين؟ للاستابيليتي. شو هن؟ stable unstable وmarginal stable. بالتالي حكيهم النوت تساوي ان هذا مزبوط يوم يكون عندك 2 ستيتس. بس اذا كان عندك 3 ستيتس ما بزبط. النوت بمفهومه تشمل حالتين عندنا شو هن؟ المارجينالي والان. بالتالي لا تتعامل اللي بيجيك بالحروف بالفاينل بيجيك بالحروف بالفاينل بيقول لك هاي الحاله عباره عن سيستم نوت ستيبل ويمكن تفهمها انه ان ستيبل. انا حاطط لك اياها تغبلغ معنى ايش؟ unstable. لا النوت ستيبل تشمل ايش؟ تشمل marginal stable وتشمل unstable. بالتالي بندرج تحتيها two states. اوكي يا شامة؟ بالتالي هون السيستم stable يعني شو معناتها؟
كل البولز تبعات الكلوز لوب ترانسفير فانكشن تبعنا او ريسبونس تبعنا وين راحت؟ بالليفت هاند سايد. وبالتالي شو النص تبعها تبع الفاينل فاليو ثيرم؟ هي بقول لك واي اوف انفينيتي، مش انا بدور على الستيدي ستيت فاليو اوف ذا ريسبونس. الواي انفينيتي هي عباره عن ايش؟ الواي اس تي ابروتشز انفينيتي. شو بقول لك؟ هي عباره عن الفاليو تبع الواي اوف اس اللي هي لابلاس ترانسفورم تبع مين؟ تبع الريسبونس، بس مضروبا بمين؟ ملتبلايد باي وات؟ اس. وبناخذ الليمت، لاحظ هون التي انفينيتي شو يعادلها هون؟ الاس ابروتشز زيرو. بالتالي هون يا نشامه هاي هي القاعده اللي بدنا نستخدمها، ومن خلالها نعمل كانسليشن للابروتش الثاني اللي قلت لك عنه تايم كونسيومنج، انه نيجي نحسب الريسبونس عن طريق اللينث بروسيجر. هاي عباره عن دي ويرك، ديرتي ويرك، لينث ويرك. احنا بدنا نستخدم الشورت كت هاي اللي من خلالها ايش؟ نحسب الستيدي ستيت فاليو للايرور بدون ما عباره عن نحسب الريسبونس ونطرحهم من بعض وين راحوا النشامه وعند رجال الشعلي، ما بدنا اياها. بالتالي هون مره ثانيه شو النص او شو الستيتمنت تبع الفاينل فاليو ثيرم؟ بقول لك اي فاليو بالتايم دومين بدك تاخذ لها الفاينل فاليو او الستيدي ستيت فاليو اللي هي اس تي ابروتشز انفينيتي، سواء كانت واي سواء كانت عباره عن اي الايرور نفسه برضه بنطبق عليها، بس راح نشوف بعد شويه. بقول لك الواي اوف انفينيتي شو تساوي؟ اللي هي مفهومها واي اوف انفينيتي الليمت از اوف واي اوف تي از تي ابروتشز انفينيتي، هذا لحد هون مفهوم، بس شو علاقته مع البلاس ترانسفورم تبع الواي؟ هي عباره عن الواي اوف اس بنضربها في اس وبناخذ الليمت للاس ابروتشز ايش؟ زيرو. هاي هي المفهوم تبعها. بالتالي شو الشرط تبعنا يا نشامه؟ انه لازم تكون كل السيستم تبعنا يكون ايش؟ ستيبل. السيستم تبعنا يكون ايش؟ يكون ستيبل يا نشامه. وبالتالي اذا كان السيستم ستيبل يعني كل الروس تبعاتنا على الليفت هاند سايد وي كان ابلاي فاينل فاليو ثيرم، اذا كان مارجينالي او انستيبل وي كانوت ابلاي. طيب مين بحكي لي ليش؟ اذا كان السيستم انستيبل او مارجينالي ستيبل ليش؟ هذا الحكي كله تغطى بالشابتر دفناه اللي قرا، دفناه بالشابتر مين؟ شابتر 2 في تيبل بالبداية معطيك زبدة مين؟ زبدة اللابلاس. شفتوه؟ مين طلع عليه؟ هذا زبدة الزبدة، كل اللابلاس اللي العلم اللي اخذتوه في السابق واللي ما اخذتوهوش لو بدك تطلع عليه زبدته بأول صفحتين ثلاثة من الشابتر السابق. بالتالي هون النشامة ليش احنا بنستثني اللي هي المارجينال ستابيليتي وبنستثني مين بنفس الوقت؟ نستثني الان ستيبل، يعني ان ستيبل او مارجينال ستيبل، مارجينال ستيبل نستثنيها. بضل عندي كل الروس لازم يكون السيستم ستيبل، كل الروس وين؟ على الليفت هاند سايد. شو السبب؟ اذا كان ان ستيبل شو الحاله هاي؟ اذا كان ان ستيبل معناته ات ليست وان اوف ذا روتس وين موقعها؟ على الرايت. اذا كان موقعها على الرايت معناته هل في عندي وان اوف ذا ريال بارتس اوف ذا روتس بوزيتيف؟ معناته شو راح يكون عندي at least one of the responses؟ هل راح يكون exponent with positive power؟ معناته هذا يوم نسنده على infinity وين راح يروح؟ على infinity. معناته هذا بح شطبناه، وضحت؟ طيب الحالة الثانية معناته إذا كان unstable دائما بده يقود لمين؟ ل positive exponents، وبالتالي system unstable. طيب إذا أخذنا المارجينالي، المارجينالي إيش؟ المارجينال stability بده يكون عندك some of the roots وين؟ على الجي اوميجا اكسس. ولا تنسى برضو another source of instability اذا كان عندك repeated على الجي اوميجا، هذا برضو الاصل انكم قريتوه، اذا كان repeated على الجي اوميجا برضو unstable، بس خلينا على السمبل على الجي اوميجا، خلينا على السمبل روتس على الجي اوميجا. بالتالي اذا كان في عندي على الجي اوميجا اكسس سمبل روتس، هذول السمبل روتس لهم خيارين لا ثالث لهما، شو هن؟ اما على الاوريجن او بيور ايميجينري، صح؟ اما موقعهم السمبل روت يعني سمبل روت على الاوريجن او ايش؟ او وين؟ على الايميجينري اكسس. بالتالي يا نشامه هون اذا كان عندي على الايميجينري اكسس شو صار الريسبونس؟ شو صار الريسبونس؟ صار الريسبونس ساينوسويدال. اذا برجعوا انا ملخص لكم كل شيء،
عبارة عن دايماً ريال روس شو بتعطيني؟ إكسبوننشال والبيور إيميجينري ساينوسويدال والخليط الكومبلكس كونجوجيت حاصل ضربهن لا حاصل ضربهن بيعطيني إي في الساين والريبيتابيليتي لأي روت بيعطيك التي تو سيرتن باور بناء على الريبيتابيليتي صح؟ بالتالي هاي زبدة اللابلاس افهمها وتعيش أحلى الناس. وبالتالي نشامة هون إذا كان عندي أي شيء على الجي أوميجا أكسس أوكي نشامة بيور إيميجينري معناته عندي ساينوسويدال. هل الساينوسويدال تقدر تمسك له فاينل فاليو؟ مش عبارة عن بظل نطناط فوق تحت. بالتالي هذا عبارة عن يعني اربط له دق له مسمار من 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 هون بنزل لك تحت دق له مسمار من تحت بيطلع لك فوق. وبالتالي does it have any final value؟ هي عبارة عن it's bounded هي limited بس ايش؟ oscillating to infinity. بالتالي ما له final value عشان ايه؟ استثنينا ايش؟ استثنيناها من اللي هي ايش يا نشامة؟ من اللي هي الحالة اللي عندنا. طيب خلينا نشوف هسه يا نشامة بدنا نطبق هاي بس محل الواي اوكي بدنا نحسب الاي والاي اللي هي الايرور هي زي ما راح نشوف بعد شوي اوكي. بالتالي هون بدنا نحسب اللي هي الستيدي ستيت ايرور اوكي يا نشامة. احنا معروف عندنا حكيت في المحاضرة الماضية انه كل الفيزيكال كنترول سيستمز بتكون تحتوي على مين؟ انرجي ستورج ايليمنتس. وهذول الانرجي ستورج ايليمنتس عبارة عن ايش؟ زي الدامبر في الميكانيكال سيستم هذا انرجي ستورج ايليمنت وزي ال والسي وين في الالكتريكال سيركت هذول انرجي ستورج ايليمنت. وهذول الانرجي ستورج ايليمنت يوم نعطيهم اي انبوت هذا الاوتبوت تبعهم مش راح يعمل فولوينج اكزاكتلي 100% للانبوت ايميديتلي راح يعمل ايش؟ راح يعمل ترانزيانت بيهيفير حتى يوصل لمين؟ للستيدي ستيت. وبالتالي الايرور متى بيحصل في الستيدي ستيت ايرور؟ يوم يكون السيستم اوتبوت بالستيدي ستيت دازنت اجري او دازنت ماتش مين؟ السيستم انبوت اللي هو بصير عند الديفرنس بينهم بالستيدي ستيت هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن الستيدي ستيت ايرور. طيب بكل التحاليل اللي بين ايدينا في الجزء الاول من الشابتر بدنا نفترض عندي نيجاتيف يونيتي فيدباك. بدنا نفترض ايش؟ الشباب اللي بنكت اذا عنده نكته سايق الله عليه اللي بيضحك يا نشامه، اي واحد عنده نكته انا بحب عباره عن نعمل بريك، اي واحد عنده نكته يوقف يقول دكتور بقى عندي نكته وبدي افقعها، بدي احكيها، بقول له تفضل توكل على الله واذا كانت نكته عجبتني بنكته على اما تضحك هيك وانت وزميلك الزوايا المسموح فيها اللف للراس عندي بمحاضراتي بلس اور ماينس 5 ديجريز والانجل الريفرنس تبعتي هي عباره عن هاي اللاين اوف سايت بيني وبينكم هي الانجل مسموح لك تلف 5 درجات من هون 5 درجات من هون اما تلف 90 درجه هيك وتصير تحكي مع زميلك هذا لا اللي عنده نقطه انا بقول لك اذا كان وضعها تمام ومرتب والله لا نقطه اما عباره عن تصير تسقسق بالضحك وانت عباره عن ذم شارك انا ما بحبش عباره عن انت تفرحوا وانا مش فرحان، بحبش تفرحوا وبقيت الشعبه مش فرحانه، انا بحب نشارك الافراح. وبالتالي اي واحد عنده شيء يقول دكتور انا والله اي ام فيد اب فروم ذيس ماث. شو رايك دكتور اعطيك النقطه بدي اخلي الشباب يضحكوا؟ بقول له تفضل واذا كانت فيرست كلاس فيها هيك ابداع عرفتوا علي يبشر بالعلامه بعطيه علامه اما عباره عن قنقنات قنقناقن بينك وبين بعض انا عباره عن موبايلات تحذيرات موبايل يرن بالمحاضره فايبريشن او صامت مسموح بس اذا رن وكنت حاط لي اغنيه من الهشك بشك هذول الجداد ما انا داري من مين اخر الاغاني انا خابر اخر علمي بالاغاني كانت عبارة عن في نانسي عجرم وإليسا بدريش هسه شو طلع أوكي أوكي فبالتالي صار لي 10-15 سنة ما تبعت أغاني أوكي فبالتالي إذا حدا حط لي أغنية وراقصة والله يرن الموبايل والشباب يصير تتماين هذا الحكي بفقع عليه ما نصوى موبايل رن ممنوع حكي ممنوع وما أدريش نبهتكم أنتوا ولا الشعبة الثانية في ملاحظة ثالثة الملاحظة الثالثة الرجلين هذول يا نشامة
تحط رجليك على الكرسي اللي قدامك هاي عبارة عن زي ايش؟ زي الكرت الأحمر مباريات كأس العالم. ممنوع هاي. إذا كان عندك احتمالين لثلاثة نوم دائما أنا بربطها. عندك احتمال إن يكون في واحد قدامك صح؟ أو الكرسي اللي قدامك فاضي. إذا كان في واحد قدامك شو قاعد بتسوي عليه؟ قاعد تطبع على البنطلون تبعه شو؟ الدمغة تبعتك زي يوم يكون اللحم البلدي بتحط عليه الطبعة الخضراء صح؟ وبالتالي هاي انت بترضاها لو كنت قاعد محله؟ لا. وإذا كان اللي قدامك مش موجود هاي أدهى وأمر، وين هذا قاعد بتوجه؟ يا حبيبي هذا عبارة عن ماينس فايف ماركس، دير بالك هاي أول حركة ممنوعة. والحركة الثانية للرجلين انك عبارة عن تفكر حالك قاعد بكافي شوب وتاخذ رجلك ميمنة او ميسرة، معناته قاعد بتعطي اللي على يمينك تشيز اضحك وهي بدها تفقعك صورة، او اللي على يسارك. هذول ادبيات المحاضرات يا نشاف، ادبيات انا بحكيها وبنبه عليها، ان شاء الله ما حدا يقع منكم. خلينا انا احب علي نضحك ونضلنا نسولف وانتم عارفين انا كيف اسلوبي، بس في الحدود هاي عبارة عن unseen limits والأصل هاي معروفة عندكم. إذا حدا بيتجاوزها بعدين بحب بشغل مخي عليه، وأنا دائما بحبش أشغل مخي بالنيجاتيف، أوكي؟ دائما بحب أشغله وين؟ في البوزيتيف سايد. إذا بشغله بالنيجاتيف عبارة عن دمار، أوكي؟ فبالتالي هاي الحدود العامة. قطعت عن أفكاري وضيعت علينا خمس دقائق يلي كنت اتنكد. أنا دائما بشير بشكل عام، ما بشير لسين وصاد، عشان هاي النشامة عبارة عن تكون الأمور تمام بدون أي سؤال أي شخص. طيب وين كنا نحن؟ أوكي، بالتالي هون النشامة في الجزء الأول من الشابتر بنحكي عن مين؟ بنحكي عن كلوزد لوب كنترول سيستم، أوكي، وبنحكي عن نيجاتيف فيدباك. بالتالي إذا افترضنا الانبوت تبعنا شو اسمه؟ والأوتبوت تبعنا شو ماله؟ واي. شو تعريف الستيدي ستيت ايرور؟ الستيدي ستيت ايرور اي اس اس ستيدي ستيت، هو عبارة عن الفرق بين الانبوت الار اوف تي والاوتبوت اس تي ابروتشز انفينيتي. معنى اخر اذا دخلنا الستيدي ستيت محل الليمت هاي بدل ما نضلنا نعيد تي ابروتشز انفينيتي ار اس اس ماينس واي اس اس. طيب بنيجي على الاول بارت الار اس اس، هل هو اندر ماي كنترول ومعروف؟ يعني انا بعطي ستيب انبوت سواء كان يونت ولا نون يونت عبارة عن مبين عندي، بعطي رام فانكشن، بعطي اي فانكشن، هذا الستيدي ستيت فاليو تبعته كفانكشن مبين، بس مين اللي انا مش معروف عندي؟ الاوت. بالتالي هسه بدنا نطبق الثيورم اللي حكينا عنها فاينل فاليو ثيورم، وين؟ من خلالها نوجد الاي اس اس. بالتالي الاي اس اس هي ليميت اس تي ابروتش انفينيتي لمين؟ للاي اوف تي. واذا بنطبق الرول اللي قبل شوي معناته الاي اوف تي بنيجي بنحط محلها اس في يو اس، هل هي نفسها اللي فوق؟ طيب والله فوق اذا سمحتي، وين راح؟ هون بس اختلف المسميات، كنا نحكي عن واي صرنا نحكي عن مين؟ عن اي. هل يفسد الود قضيه؟ لا. بالتالي هون كنا نحكي عن واي، هون بنحكي عن ايش؟ انزلي هون صرنا نحكي عن اللي هي الاي. وبالتالي انا هون جيت قلت اي اس اس اللي هي الليمت، لا اللي هي اي اوف تي اس تي ابروتش انفينيتي، واللي هي نفسها الليمت اس اس ابروتش زيرو ل اس في اي اوف اس. طيب مر معكم الاصل في المونتجان سيميليشن، واذا بدكم ممكن تطلعوها انه الترانسفير فانكشن يمكن مر معكم برضه ضمن الماده في شابتر 1 هذا الحكي، اللي هي اذا بتاخذوا لي الاي اوفر ار مش الواي اوفر ار، الاي اوفر ار بتطلع معنا الترانسفير فانكشن تبع الاي اوفر ار اللي هي 1 اوفر 1 بلس جي. طب وين الاتش؟ بدك ايش تكون عباره عن قربه مخزوقه، بدك دائما تكون ايش؟ مفترض نفس الفرضيه. انا قلت ايش؟ الاتش يونيتي معناته الاتش بقد ايش؟ 1. وليش هون الاشاره زائد؟ لانه نيجاتيف، الاشاره دائما بالمقام بتكون ايش؟ اوبوزيت للصاين. بالتالي هاي لا تنساها، عندي فرضيتين افترضت نيجاتيف يونيتي. بالتالي هاي عبارة عن علاقة ريليشن شيب بين الـ E والـ E الـ R. طيب تعالوا خلينا نطلع الـ E explicitly معناته اضرب بالـ R شو بتطلع؟ E is equal to R over 1 plus G. لحد هون في حدا ضايع؟ في حدا الـ GPS تبعه تاح؟ في حدا الـ GPS تبعه بقول له signal lost؟ كله تمام؟ طيب
بنيجي هون نشامة. معناته بدنا نطبق هاي هي اليو فاس اللي عندي، واذا بنتفرج عليها اليو فاس از ديبندنت اون تو فاريبلز، شو هن؟ الار من ناحيه والناحيه الثانيه مين؟ اللي هي الجي. هذول هن اللي راح ناخذهم اوكي نشامه، التو فاريبلز اللي عندي اللي هي الانبوت مع اللي هي الجي، والجي شو هي؟ ترانسفير فانكشن. هذا سمك البحر، زي ما تقول والله في سمك بالبحر، انا بدي تعطيني سمك قرش، سمك ابصر شو؟ جي شو اسمها؟ لا فيش الكنترول. هل عبارة عن اسمها الفورورد باث ترانسفير فانكشن، هذا بشابتر 1 اسمها الفورورد باث، اللي هي اذا كان عندك لو افترضنا عندنا اللي هو النيجاتيف يونيتي، هون عندي اللي هي الجي بلانت وراها شو؟ سوري هون عندي الكنترولر، هون عندي وراها ايش؟ الجي سي، وهون عبارة عن مين؟ هاي الواي اوف تي جي بي، سوري هاي سوري جي بي، وهون عندي ار اوف تي، وهذا عبارة عن نيجاتيف فيدباك، وهاي اشارة نيجاتيف وهاي اشارة ايش؟ بوزيتيف. بالتالي الجي هو عبارة عن ايش؟ الفورورد باث ترانسفير فانكشن. بحالتنا شو الجي؟ الجي اوفرول جي او اس هي عبارة عن الجي سي او اس في مين؟ في الجي بي او اس. بفرق الاوردر، بتحكي عن بولونومز ما بتحكي عن ماتريسيز، بس لو كان ماتريكس الاوردر بفرق ولا لا؟ اوكي. بالتالي يا شباب هون قاعدين نضرب الجي سي في الجي بي. طيب يا شباب بالتالي هذا هو الجي اللي هو الاسم من الفورورد باث ترانسفير فانكشن. في عندي بالتالي انا اذا كان عندي هون في فيدباك بسميه اجوباس، والاجوباس شو اسمها؟ الفيدباك باث ترانسفير فانكشن. طيب وكلياتها الواي اوف اس اوفر الار اوف اس اللي بالهاند اوت سميناها ام اوف اس، شو اسمها؟ الكلوز لوب ترانسفير فانكشن. بالتالي دير بالك بالناس بالمادة هاي عبارة عن يكون دبساتك مية، في عندك فورورد باث جي فيدباك اج، والكلوز لوب يعني لو بدي هاي كلياتها الغيها وحط علاقة زي هيك، هاي ام اوف اس، هون عندي مين؟ الواي اوف اس، هون عندي مين؟ ار اوف اس. معناته الواي اوف اس اوفر ار اوف اس شو هي؟ هي اللي هي ام اوف اس، واللي هي ضمن الهاند اوت تبعاتنا اللي هي بنسميها ايش؟ الكلوز لوب ترانسفير فانكشن. طيب يا شباب بعد الايضاح معناته انا بحكي هون عن الجي، وهي الجي زي ما حكينا ممكن يكون من ضمنها الكنترولر او البلانت لحالها بناء على الديزاين تبعنا. طيب معناته عندنا حكينا تو فاريبلز الار والجي، بناء على الحكي هذا هي مكتوبه عندك هون انه الانبوت سيجنال، هي بقول لك الستيدي ستيت ايرور بيعتمد على تو ميجر فاكتورز، اول واحد اللي هي الار، وبناء عليه راح نعمل سامبلينج للار، راح ناخذ ثلاث حالات للار، شو هن؟ الستيب فانكشن، وبعدين الرام فانكشن، واللي هو اخر واحد اللي هو البارابوليك فانكشن. يعني هون بيكون عندي ايش؟ بيكون عندي الستيب اللي هو ما بتعرفوه ولا لا؟ اوكي. بالتالي هون بيكون عندي اللي هو الستيب فانكشن يا نشامة، اول حاله بيكون الستيب فانكشن، والحاله الثانيه الرام فانكشن اللي هي تي، والحاله الثالثه اللي هي البارابوليك تكون تي سكوير، فيها ماجنتيود مضروب ما بفرق معاي، بعدين راح ناخذه بالتفصيل. وبالتالي راح نغطي نعمل سامبلينج للار اللي هي 3 كيسز. طيب ظل معي مين؟ الجي. هذا الفورورد باث ترانسفير فانكشن اللي هو جي واس، هسه راح نشوف شو بدنا نسوي فيه. انزل. اوكي. بالتالي هاي فورورد باث بلشنا نشتغل فيه بالتفصيل، بالتالي عندي فورورد باث جي، اذا افترضنا جي هو عباره عن نومريتر اوفر دينومينيتر بس، ان اوفر دي، نومريتر اوفر دينومينيتر. بالتالي ساي باي ذا واي اللي عباره عن مش شايف ممكن يفتح على الموبايل ويكون منزل الشابتر ويكون ماشي معانا، وضحت ولا لا؟ زدت يعني سم ويت وروتيت اباوت الفاكت اللي هم مش شايفين ولا لا؟ يكون منزل كيف؟ طيب نزل الشابتر وكون اوف لاين، مش عباره عن شوف لي شوف الفيديو ولسه ما ارتفعش، بالتالي بس نزل الشابتر وانا عباره عن قاعد بحكي، انت بتكون عندك قاعد بشوف فيجواليزيش اللي هو الشابتر سيمتين يصل اللي بكون نفس الموجود هون. بالتالي اذا افترضنا الجي هو عباره عن ان اوفر دي، اوكي الان
بعدين عملناها ريفورميليشن مره ثانيه. الان هي عباره عن ايش؟ طلعت عن بس الدي اوف اس اوكي صارت تتالف من تو تيرمز. واحد اس تو ذا باور ان كابيتال ان، والثاني سميناه دي ستار. كيف هذا الدي ستار؟ بنقول عنده يا ستة دي او اس يساوي اللي اس تو ذا باور 3. اي واحد يكون خطه هذا عباره عن طول اياه تستنوا لي اياه من القائمه. تعالوا بعطيكم 10 بلس 10 اس تو ذا باور 2 بلس 5 اس بلس 2. هون هل بقدر انا اطلع اي عامل مشترك اس تو سيرتن باور؟ عشان اخر تير عبارة عن موجود. طيب لو لغينا هذا التير هل بقدر انا اطلع ايش؟ هل بقدر انا اطلع اس عامل مشترك كومن فاكتور ولا لا؟ شو صفي عندي التيرم اللي بعديها البولينوميال؟ اس سكوير بلس 10 اس بلس وات 5. معناته بالحاله هاي الان قديش بيكون عندي؟ الان بواحد صح؟ وهاي شو اسمها؟ هاي اسمها دي ستار حسب الهاند او صيحه حسب المكتوب عندك. طيب لو افترضنا كمان ايش هذا بحر، هاي اول حاله. لو افترضنا الحاله هاي عباره عن صار عندي ايش لغينا التيرم الاخير، شو بقدر اطلع؟ بقدر اطلع اس ذا باور 2. شو صفي عندي؟ صفي عندي اس بلس 10. معناته هاي البولينوميال هي عباره عن ايش؟ دي ستار. والان عندي هون قديش بصير؟ بصير 2. بالتالي الهدف من كتابتها هيك راح نشوفه لقدام شويه، انه ناخذ اي عباره عن كومن فاكتور للاس برا ويظل عندي بولينوميال. البولينوميال الدي ستار شرطها هيو مكتوب عندك. وين الدي ستار؟ هاي الدي ستار شو شرطها؟ ان يكون اخر تيرم اللي هو الكونستانت كوفيشنت شو ماله؟ نوت زيرو. اذا كان زيرو معناته هل انا لسه قاعد بقدر اطلع برا اي شيء ان تيرمز اوف اس ولا لا؟ مثلا اذا كان دي زيرو ودي 1 اصفار بقدر اطلع قديش؟ اس تو ذا باور 2. اذا كان بس دي نوت زيرو بقدر اطلع اس. وبالتالي شرط هالدي ستار هاي اللي بتظل بعد الكومن فاكتور ما نطلعه انه يكون اخر تيرم اللي هو الكونستنت تيرم تبعنا قديش؟ اللي هو لا يساوي زيرو. يعني في عندي نمبر هون، وبالتالي كان اي تيك مور تيرمز اوتسايد كومن؟ نو. طيب بالتالي نشاهد هاي فورميليشن هو عباره عن حتى نطلع اي كومن فاكتورز للاس، وبالتالي يجينا عملنا سبليت لاس تو سيرتن باور ان واللي هي دي ستار. والدي ستار زي ما حكينا قبل شوي الان يا شباب هي عباره عن برضه كومبليت بولينوميال، وشرطها ان يكون ايش؟ اخر تيرم اللي هو كونستنت تيرم شو ماله؟ لا يساوي ايش؟ لا يساوي زيرو. عشان برضه لو كان عندي هذا زيرو هل بقدر اطلع من البسط اس تو ذا باور 1؟ بالتالي انا بدي عباره عن البولينوميال تبعات الان والبولينوميال تبعات الدي ستار شو شرطهن؟ ان يكون اخر تيرمز فيهن الكونستانت شو ماله؟ لا يساوي زيرو. اذا كان في عندك اي زيرو فوق تحت مع دستل انت قاعد بتقدر تطلع ايش؟ اس تو سيرتن باور حتى تحولها لا نون زيرو نون زيرو لاست تيرمز. اوكي واضح يا نشامه ولا لا؟ طيب شو اسم الان هاي؟ طيب هذا فوق الان هاي بنسميها من هسه وغادي سيستم تايب. السيستم تايب وضحت يا نشامه اسمها سيستم تايب. وبالتالي يا نشامه شو الهدف منها؟ راح نشوف لقدام شوي. وبالتالي خلينا نشوف بناء على الحكي هذا شو بصير عندي. لو اخذنا الليمت تبع الان اوف اس 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 ابروتش زيرو هاي الان يوم نيجي نعمل لها الليمت تبعها اس اس ابروتش زيرو شو بكون الليمت؟ هل هي البي زيرو او البي نوت صح؟ هاي خذ لها الاس اعملها ليميتيشن اس اس ابروتش زيرو بصفي عندي قديش قيمتها؟ هي الان نوت اللي هي بي نوت او بي زيرو. طيب والبي ستار
هل بيكون دي زيرو او دي ستا او دي نوت ولا لا؟ طيب معناته اذا انا باجي باخذ الليمت تبع مين؟ الليمت تبع الان اوفر دي ستا، معناته هل بيطلع عندي ان زيرو اوفر دي ستار زيرو اللي هي بي نوت اوفر دي نوت؟ صح؟ ماشيين معي شباب ولا لا؟ بالتالي هل هذا هذا عباره عن كونستانت نيوميريكال فاليو وهذا كونستانت نيوميريكال فاليو قسمين على بعض بيطلع عندي برضه كونستانت. وضحت؟ مين صفى عندي؟ اطلعي فوق والله لو سمحتي. هي لا تنسى احنا يوم ناخذ الليمت تبع الجي اوف اس راح نشوف بعد شويه صفى عندي هاي اوفر هاي يوم ندخل الليمت عليهن صفى عندي كونستانت نيوميريكال فاليو. صح؟ بظل عندي مين اللي مش حاسبين حسابه؟ 1 اوفر اس، 1 اوفر اس تو ذا باور ان. بالتالي هاي هي اللي حاطينها على جال لغايه الان. بالتالي هاي بيكون عندي الليمت اس اس ابروشز زيرو للتيرمز هذول فوق بعض ان اوفر دي ستار بيطلع عندي كونستانت نمبر اللي هي قديش؟ بي نوت او بي زيرو اوفر دي نوت. وضحت لحد هسه؟ اي سؤال؟ طيب انزلي بابا. معناته يا شامة لا شوي هون غطيناها. طيب هسه التايب تبع الكنترول سيستم اللي حكينا عنه اللي هو الاند اللي هو شو مفهومه؟ هو عباره عن النمبر اوف بولز تبعت مين؟ الفورورد باث ترانسفير فانكشن اللي هو جي اوف اس. وبالتالي لا ننسى اطلعي فوق اذا كان عندي اس هون مكتوب عندي اس للبار 1 هل في عندي 1 بول ات اوريجين؟ معناته الان هي عباره عن النمبر اوف بولز والبولز تلقائيا عباره عن ايش؟ البولز ات اوريجين او انتجريترز. انتجريترز يوم يكون عندك 1 اوفر اس معناته عندي 1 انتجريتر، 1 اوفر اس سكوير 2 انتجريترز، 1 اوفر اس ذا بار ان ان انتجريترز. بالتالي الان هاي هي عباره عن النمبر اوف انتجريترز او النمبر اوف وات بولز ات اوريجين لمين؟ هل هي للكلوز؟ لا لمين؟ للجي. والجي عباره عن مين؟ اللي هي الفورورد باث اللي حاصل ضرب الجي مين؟ جي سي في مين؟ في جي بي. وبالتالي انزلي بابا سمحتي هون هاي مكتوب عندك هاي بابا ليش طالع عشان ابو مراد سكرين جماعات غيرت كل شيء بس ضل هذاك ورانا. اوكي بالتالي الطايب هو عباره عن النمبر اوف بولز اللي يكون عند ات اس يساوي زيرو اللي بمعنى اخر عباره عن ايش؟ النمبر اوف انتجريترز. بالتالي الان هي عباره عن اذا كان عندي تايب زيرو معناته اي هاف نو انتجريترز. اذا كان عندي الان بواحد 1 انتجريتر 2 انتجريترز، واذا كان عندي الان ان جنرال معناته عندي ان انتجريترز. خلينا نشوف الاكزامبل بين ايدينا. هاي عندي 3 سيستمز الجي او 2 سيستمز الجي او اس هي مكتوبه قدامك فرج عليها. اوكي يا نشامة هون هل الاس عندي هون النمبر اوف انتجريترز اللي هو للجي او اس عباره عن هون عندي واحد صح؟ وبالتالي هون السيستم تايب قديش؟ 1. طيب هون 3 هون السيستم تايب اللي هو 3 وهي مكتوب عندك الحل سمبل كيسز هاي تايب 1 وانزلي والله تحت هاي عندي هون اللي هي تايب 3. طيب وش راح يفيدنا؟ راح يفيدنا بعد شوي يوم نحلل السيستمز. هسه احنا حكينا قبل شوي اطلعي لي فوق بدنا نضلنا هسه اخوتي الشباب بطلع فوق وننزل كمان اطلعي فوق قلنا هون لا هون قلنا يا نشامة الاي اس اس بتعتمد على مين؟ على تو فاكتورز شو هن؟ اول شيء الار وثاني شيء الجي. الجي تلقائيا مبدئيا حللناه اللي هي فيه بتالف من مين؟ من ان اوفر دي ستار واللي بيطلع الليمت تبعته قديش؟ كونستانت. صفى عندي بدي اعمل سامبلنج للار وقلنا بنعمل لها سامبلنج لثري كيسز وندخل السيستم تايب بعين الاعتبار حتى نطلع بالكومبريهنسيف بيكتشر اللي نكون ماخذين فيها الار مع الجي سيميلتينيسلي. انزل بالتالي اول حاله للسامبلنج اللي عندي اوكي اللي هي بدنا نحسب الستيب ستيت ايرور ديو تو وات؟ ستيب فانكشن. ما قلت يونت قلت ستيب معناته ممكن يكون عباره عن ستيب اوف اني ماجنيتيود يو او ان او اي شيء بدك اياه مش ان افترضوا اي فاليو بلاش يصير عندك عومه. بالتالي هي الماجنيتيود تبعنا افترضناها قديش؟ كي. بالتالي لو افترضنا في عندي الانبوت تبعي هو الار اوف اس اوكي الار اوف تي هو عباره عن ستيب فانكشن اوف ماجنيتيود كي. اذا بنيجي بناخذ له لابلاس ترانسفورم بيطلع عندي هذا موجود عندكم برضه بشابتر 2 بيطلع عندي الار اوف اس تبعته قديش؟
كي اوفر اس. بس دكتور ضل خمس دقائق. طيب بيطلع عندي الار هي عباره عن كي اوف اس. طيب نيجي بنعوض الار اوف اس هاي وين؟ بالاي اس اس اكويشن اللي قبل شوي دفناها. نيجي بنعوضها اللي هي هيها الليمت لاس في مين؟ لا تنسى انه هاي عندي ار اوف اس، الار اوف اس كي اوفر اس. طيب هاي الليمت لاس في ار اوفر 1 بلس جي، هاي نفسها ما خرعت ولا جت. بالتالي تعال عوض محل الار شو؟ كي اوفر اس. الاس هاي مع الاس هاي شو بصير؟ بتطير تتبخر. صفي عندك معناته الليمت هاي شو تساوي؟ كي اوفر 1 بلس جي. لحد هسه في واحد ضايع؟ اوكي. طيب معناته بدنا ندخل، دخل الليمت على كل التيرز اللي عندك. الليمت لاس ابروش زيرو للكي، كي لل1. بصفي عندي مين؟ يوم ندخل الليمت على مين؟ على جي. معناته انا شامه هسه جي شو كانت قبل شوي؟ 1 لا 1 اوفر اس تو ذا باور ان في يوم ندخل الليمت في كونستانت، صح؟ طيب تعال معي خلينا نشوف. هسه يا نشامه بنيجي بنمسك المقام هذا، المقام تبعنا، وبنسميه بوزيشن ايرور كونستانت، بنسميه كي بي. المقام تبعنا هذا اللي هو 1 بلس ايش؟ الليمت هاي بنسميها ايش؟ الليمت لحالها. سوري الليمت هاي، سوري اللي هي الليمت لاس از اس ابروتش زيرو جي اوف اس. بنيجي بنمسك هاي بنسميها ايش؟ الكي بي. بالتالي بنسميها البوزيشن ايرور كونستانت. بالتالي بصير عندي الاي اس اس شو تساوي؟ K over 1 plus KP. وبالتالي نشامة ليش سميناها KP؟ بنفترض نشامة بعد شوي راح يمر معنا KV وراح يمر معنا KA. هون زي يوم نتعامل مع التايم دومين لبوزيشن وفيلوسيتي واكسلريشن. طيب هاي نشامة هل في لها هون اي وجود للاس؟ لا هون في المالتيبليكيشن هل في وجود للاس؟ لا. طيب نشامة الاس بدناش نرجع لكم باللابلاس. يوم نضرب باس شو يعادل بالتايم دومين؟ واحد يوم نضرب الاس هاي موجوده عندكم بالهاند اوتس اذا قريتوها وتمعنتوا فيها. الاس الاس وجودها بالبسط وعباره عن يعادل الديفرنشيشن. وقبل شوي حكينا ال1 اوفر اس يعادل ايش؟ الانتجريشن. بالتالي هون يا نشامه انا افترضت الجي اوف اس هي عباره عن البوزيشن فور اكزامبل. معناته هل انا قاعد بشتقها؟ لا لا. معناته عشان هيك سميتها بوزيشن ايرور كونستانت واعطيتها كي بوزيشن. طيب انزلي لي تحت شوي وخلنا بس نعدي على السريع عشان نربط الامور مع بعض. انزلي كمان. ايوه بس هلا هون شوي. هاي لا هون اجينا الجيو بس افترضناها ايش؟ ستيل بوزيشن. احنا ضربناها هون في الحاله هاي بس معناته as if we have ايش؟ differentiated it. معناته شو صار عندي اذا كان position واشتقيناه شو صار؟ velocity. عشان هيك سميناها ايش؟ velocity عند error constant واعطيناها الرمز k v لا velocity. طب انزل لتحت شوي. ايوه هي اهو عليها عشان الشباب يشوفوا. اطلعيها فوق عشان ايوه النشامه يظل معرشين وهم شايفينها هون. لا الجي اوف اس ضربناها بقديش؟ اس سكوير معناته سكند ديريفاتيف لمين؟ للتايم اللي هي بالتايم لمين؟ للبوزيشن. معناته ما يعادل يعادل الاكسلريشن. بالتالي هل في داعي تبصم الكي بي شو هي كفورمولا والكي في والكي اي؟ في ناس في بعض المحلات الثانيه بتلاقي رايح جاي ببصم. بالتالي اذا عرفت القاعده هاي وانه الجي او اس تعادل مين؟ البوزيشن، ما عاد بتعرف مباشره الكي بي الليمت از اس ابروتش زيرو داخل عليهم كلهم. بس للجي او اس والكي بي لاس جي او اس والكي اي لاس سكوير جي او اس بدون بصل. وضحت يا نشامه؟ بالتالي هاي اول قاعده بدي تعرفوا لي اياها انه وجود الاس بالبسط بالنومريتر يعادل ايش؟ الديفرنشيشن. خلصت المحاضره؟ دقيقه. طيب ارجع لورا خلينا بس انه نوقف وين كنا واقفين. يمكن اسئلتك ترجع لي خمس صفحات عشان ما وين كنا؟ اوكي هسه معناته يا نشام هاي يجينا حسبنا الكي بي
لا ننسى انه الاي اس اس بحالتنا اطلعي فوق الاي اس اس شو صارت هيها كي اوفر 1 بلس كي بي. طيب خلينا نحسب الكي بي هيها يوم جينا دخلناها قلنا هيها الجي او اس هيها كتبناها قبل شوي. طب انزلي ايوه معناته بندخل الليمت اس اس ابروتشز 0 للجي يوم ندخلها صفى عندي ان اوفر دي ستار مش دفناها قبل شوي بطلع ايش نمبر معناته ما علي غير احسب الليمت لمين لهاي هاي اما تطلع عباره عن فاينايت فاليو يعني كونستانت نمبر او تطلع زيرو او تطلع انفينيتي بناء على انه ايش هل في عندي الان سيستم تايب اذا كان مثلا الان بزيرو شو بتطلع الان بزيرو الان بزيرو يعني ما فيش بح ما في اس يعني بتطلع واحد وبنضربه بكونستانت معناته كيف شو بتطلع كونستانت هاي اول حاله. طب اذا كان الان بون الان بون لا تنسى بناخذ الليمت اس اس ابروج الزيرو انفينيتي 1 اوفر 0 معادل انفينيتي 2 نفس الشيء 3 انفينيتي معناته عندك حالتين لا ثالث لهم ابو الحاله شيء اذا كان الان بزيرو معناته كونستانت واذا كان الان من واحد ومد وفلح بيطلع مين الكي بي انفينيتي. طب عوض الكي بي فوق وبودي المحاضره عوض الكي بي اطلعي ايوه هو معناته يوم يكون اول حاله كونستانت هاي كونستانت ليلى زيرو تايب هل بيطلع الستيدي ستيت ايرور برضه فاينايت صح. طب يوم يكون ايش يوم يكون الحاله من ان تايب 1 وفوق شو راح يطلع عند الكي بي حكيتها قبل شوي انفينيتي انا بدور مصلحه الكي بي والكي في والكي اي تطلع انفينيتي بلا انفينيتي ركز معي انا بحكي هون اي اس اس وبعد بقى الكي بي راح تطلع معي والكي في والكي اي بالمقام انا مصلحتي انه ايش انه المقام تبعي يكون ايش انفينيتي اذا كان انفينيتي معناته الستيدي ستيت ايرور شو ماله زيرو معناته هل الاوتبوت بالستيدي ستيت از اكزاكتلي فولوينج الانبوت الله يعطيكم العافيه